هذه لحظة اصطدام طائرة مدنية بطائرة لخفر السواحل في طوكيو. رعب كبير عاشه ركاب طائرة الإيرباص التابعة للخطوط الجوية اليابانية حين انزلقت واشتعلت على مدرج مطار هانيدا، أحد المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، كما تظهره هذه المشاهد الأولية التي تم التقاطها من الداخل. وهكذا تم إجلاء 379 راكباً بنجاح، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 12 شخصاً، لكن 5 من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل قضوا في الحادث. اللقطات التلفزيونية أظهرت كتلاً هائلة من النيران تلتهم هيكل الطائرة التي انشطر إلى نصفين، بينما عملت فرق الأطفاء على إخمادها. أكثر من 70 عربة أطفاء شاركت في العملية في وقت أقفلت كل مدارج المطار إثر الحادث. وفق المعلومات، كانت طائرة خفر السواحل متجهة إلى الساحل الغربي لليابان لنقل مساعدات إلى المتضررين من الزلزال، لكن لم تتضح على الفور كيفية حصول حادث الاصطدام، والسلطات فتحت تحقيقاً لكشف الملابسات. سواء كانت ناجمة عن خطأ بشري أو فني، تضاف هذه المأساة إلى الكارثة الطبيعية التي خضت اليابان في مطلع العام الجديد، علماً أن البلاد لم تشهد حوادث بالغة في مجال النقل الجوي طوال العقود الماضية. لكن أسوأ كوارثها من هذا النوع وإحدى الأخطر في تاريخ الطيران تعود إلى عام 1985، حين تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية خلال رحلة متجهة من طوكيو إلى أوساكا، ما أدى إلى مقتل 520 من ركابها وأفراد طاقمها، فيما نجا 4 ركاب بأعجوبة.